عندما أتيت إلى هذا المكان لم تكن لدي تلك المعرفة الكافية عن الفن. اختياري لتخصص الفنون الجميلة هو نتاج رسومات عشوائية كنت أنمي موهبتي فيها. أما الآن في الكلية العلمية للتصميم وضعت حجر الأساس لشق طريقي للفن بأسس علمية وكوادر عظيمة بنت هذا الشغف وجعلته منهجاً للمستقبل المشرق. والإبداعات الفنية الذاتية وخاصة بالفنون الجميلة مثل النحت والرسم والسيراميك والطباعة الفنية.